الصادق في وعودك وغير النادم على مواهبك، يا من دعوت جبلتك دعوة مقدسة إلى هذه السيرة السماوية، أنت كن له معينا لخدمة كنيستك المقدسة، أنمه لكي يعطي في كل تعب من أتعابه الحق ثمرا مرضيا لصلاحك، قدسه واعطه أن يقرأ أقوالك الإلهية ويدرسها بكل حكمة وفهم، حافظاً إياها في سيرة لا عيب فيها. وأما نحن فاجعل نفوسنا حتى نحتمل بعضنا بعضاً بتواضع حقيقي خال من كل رياء، مانحاً إيانا جميعاً ملكوتك السماوي برحمة ورأفات ابنك الوحيد ومحبته للبشر، الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان
وإلى دهر الداهرين. آمين. ابننا الروحي يلبس ثوب البر والابتهاج على اسم الآب والابن والروح القدس. آمين. فلنقل من أجله يا رب ارحم. روحي يأخذ الجبة المباركة حلة للنقاوة وعدم الفساد على اسم الآب والابن والروح القدس. فلنقل من أجله يا رب ارحم. يا رب الكلوس المباركة كخوذة رجاء وعدم الشر على اسم الآب والابن والروح القدس. فلنقل من أجله يا رب ارحم. بالشريعة المدونة من الله، لأنه نفض الحمأ عن خدقات العين، فعاين الموجود وخاز معرفة الروح، منشدا تسابيح إلهية. إن صلاة حنة النبية قديما فقط المقرب بروح منسحق نحو إله العقول المقتدر، قد حلت أربطة حاشا العديمة التوليد والشتيمة المستصعبة التي كانت لذات الأولاد. أقبل واردا وحده من الأب الواحد غير المعلول، فبما أنك المحسن أرسلت الروح القدس المساوي لك في القوة بالحقيقة للرسل المسبحين، المجد لجبروتك يا رب. يا أولاد البيعة المنير الشك، اقبلوا نادى الروح المتنسم نارا الذي هو طور وخل من الجرائم، لأن الشريعة
قد خرجت الآن من صيون بشكل ألسن نارية التي هي نامة الروح القدوم. أيها المسيح السيد، لقد أشرقت من البتول اغتفارا وخلاصا لنا، كي تنتشل من الفساد آدم الساقط وكل ذريته، كما انتشلت يونان النبي من حشى الوحش البحر. إن اتفاق نغمات تلخين الآلات قد دعا بإطراب إلى عبادة التمثال الفاقد التنفس المصنوع من الذهب، أما نعمة المعزي حامل الضياء فتحرك المؤمنين بورع أن يصرخوا: أيها الثالوث الأزلي المتساوي في القوة، أنت وحدك لم تزل مباركا. لنسبح ونبارك ونسجد للرب، إن رسم الرئاسة الإلهية المثلث ضياؤها قد ندى اللهيب وحل العقالات، بما أنه المحسن وخالق الكل فالطبيعة المبروءة بأسرها مع الفتية تسبحه وتباركه وحده. لوالدة الإله من نور بالتسابيح نعظمها مكرمين. لياتوس تعظم نفسي الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي، يا من هي أكرم من الشيروبين وأرفع مجدا بغير قياس من السرافين، التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله إياك نعظم. لأنه نظر إلى تواضع أمتي فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله إياك نعظم. لأن القدير صنع بعظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل وجيل الذين يتقونه، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله إياك نعظم. صنع عزا بسعدي وشتت المتكبرين بذين قلوبهم، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة لله إياك نعظم. حط المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين، ملا الجياع من الخيرات والأغنياء أرسلهم
سترا تشيروبيم كان ضق سترا أسينكريتوس تون سيرافيم تيناثي أفوروس ثيولوغون تكوسان تينوندوس ثεοτόκον σε μεγαλύνομαι. عدد إسرائيل عبده ليذكر رحمته كما قال لأبائنا إبراهيم ولنسله إلى الأبد يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله إياك نعظم. افرحي أياتها الملكة فخر العثر والأمهات لأن كل فم فصيح ومقتدر لا يستطيع أن يبلغ في مدحك بحسب الواجب وكل عقل ينذهل من فهم حال ميلادك لذلك بصوت متفق نمجدك. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيريه إليسون. اغفر وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفيق البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أيها المسيح لما شاهدك جالسا معه فالملائكة تصابقوا ركضا صارخين ارفعوا الأبواب ارفعوا لأن الملك قد ارتقى إلى مجد نوره العنصري. أيها المسيح لما شاهدك التلاميذ صعيدا نحو الأب وجالسا معه فالملائكة تسابقوا ركضا صارخين ارفعوا الأبواب ارفعوا لأن الملك قد ارتقى إلى مجد نوره العنصري. المسيح لما شاهدك التلاميذ صاعدا نحو الأب وجالسا معه فالملائكة تسبح
لأن المالك قادر ارتقى إلى مجد نور الأمصار. أمر أيها السيد القديس الأخنى الثاني قواتي
Lord.
Dude.
بكلنا عليه. مبارك أنت يا ربي علمني حقوقك. مبارك أنت يا ربي علمني حقوقك. مبارك أنت يا القدس. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. إلى رب نطلب. كيري إليسون.
أيها الرب إلهنا الذي بالروح القدس الواحد نفسه تقسم المواهب لكل واحد من الذين اخترتهم، يا من منحت كنيستك مراتب متنوعة وأقمت فيها درجات لخدمة أسرارك المقدسة الطاهرة، يا من بسابق معرفتك غير المدركة انتدبت عبدك هذا نكتاريوس حتى يكون أهلاً لأن يخدم كنيستك المقدسة. أنت أيها السيد احفظه في كل شيء غير ملوم، وامنحه أن يحب جمال بيتك ويقف أمام أبواب هيكلك ويضيء مصباح مسكن مجدك، واغرسه في كنيستك المقدسة مثل زيتونة مثمرة ليثمر ثمر العدل، وأوضحه في وقت حضورك عبداً كاملاً لك ليتمتع بجائزة الذين أرضوك، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا أيها المؤمنون يا أيها المؤمنون Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب ارحم.
من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. بطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس كهنتنا خريستوفروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومن أجل مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. كيريا في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. اعبد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. آمين. يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي بشفاعتي والدة الإله يا مخلص خلصنا. لأن الرب عال ومرهوب وملك عظيم على كل الأرض بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلصنا. أخضع الشعوب لنا والأمم تحت أقدامنا
بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله ريتها الفائقة قدسها والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. آمين. عظيم هو الرب ومسبح جدا خلصنا يا ابن الله يا من صعد عنا بمجد إلى السماوات لنرتل لك هللويا. الله يعرف في شرفاته خلصنا يا ابن الله يا من صعد عنا بمجد إلى السماوات لنرتل لك هللويا. لأنه وذا ملوك الأرض قد اجتمعوا خلصنا يا ابن الله يا من صعد عنا بمجد إلى السماوات لنرتل لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائد لقد قابلت أن تتجسد من أجلي خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الأب والروح القدس خلصنا. إتكاتين ريني تكريو ذي صامي كريالا Σόνι λέισον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Ιω Ραμπορ Χάρη. Δικρινά الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية أيتها الفائقة قدسها والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. اسمعوا هذا يا معشر الأمم
عدت بمجد أيها المسيح إلهنا، وفرحت تلاميذك بموعد الروح القدس، إذ أيقنوا بالبركة أنك أنت هو ابن الله منقذ العالم. إن فمي يتكلم بالحكمة وقلبي يهز الفم. صعدت بمجد أيها المسيح إلهنا، وفرحت تلاميذك بموعد الروح القدس، إذ أيقنوا بالبركة أنك أنت ابن الله منقذ البرسبة، ستشفى
نسكي الشريف لنمدحهم كمجاهدين بذا ماتوا مستشهدين وما زادوا الأرض في الأردن وهم أحبهم وإعلان السر الذي منذ الدور لأن ابن الله يصير ابن العذراء وجبرائيل يبشر بالنعمة فلنتوفنا نحن أيضا معه نحو والدة الإله قائلين السلام عليك يا ممتلية نعمة الرب معك لما أكملت التدبير الذي من أجلنا وجعلت الذين على الأرض متخذين بالسماوي صعدت بمجد أيها المسيح إلهنا غير منفصل من مكان لكن ثابتا بغير افتراق وهاتفا بأحبائك أنا أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس ألانا وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها الإله القدوس Oh, no.
وتعاهد هذه الكرمة والصحان التي يمينك غرستها. آمين. Σκέψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιάν σου. Αμήν. وتعاهد هذه الكرمة والصحام التي يمينك غرستها. آمين. إلى سنين عديدة يا Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός,
أيها السيد يا رب خلص المؤمنين يا رب خلص الحسنية العبادة يا رب خلص الحسن العبادة بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقان الجليل وصهيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكون سنوه عديدة Μακαριότα του Θείωτα του Τε και Παναγίωτα του Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών πολλά τα έτη. Θεοφίλος λάβουν αχδάσου του Βαουίου Αλ-Ζαζίλων ηχτήραμ Πατριάρχ المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقان الجليل وصيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدا استغفرس الكل الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا كريستوفاروس الكل يطور والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس سقيفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدا إستغفرس الكل الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس سقيفة على مدينة كرياكوبوليس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن
أبونا وراعينا لتكن سنوك عديدة. ارتفع اللهم على السماوات مستعد قلبي يا فصل من أعمال الرسل القديسين في تلك الأيام فيما كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزاً كان بولس يخاطبهم وهو مزمع أن يسافر في الغد وطال الكلام إلى نصف الليل وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها وكان فتى اسمه أفتيخس جالسا عند النافذة فغشيه نعاس ثقيل وإذ كان بولس يطيل الخطاب غلب عليه النوم فساقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا فنزل بولس وانطرح عليه وعانقه وقال لا تضطربوا فإن نفسه فيه ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر وها هكذا خرجا وأتوا بالولد حيا تعزوا عزاء ليس بقليل لكافة الشعب هللويا نستقم ونستمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. قال الرب لتلاميذه: الكلام الذي أكلمكم به لا أتكلم به من عندي، لكن الآب المقيم فيا هو يعمل الأعمال. صدقوني إني في الآب وإن الآب فيا،
وإلا فصدقوني من أجل الأعمال عينها. الحق الحق أقول لكم، إن من يؤمن بي فالأعمال التي أعملها أنا يعملها هو أيضا، ويعمل أفضل منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فأنا أفعله ليتمجد الآب في الإبن. وإن سألتم شيئا باسمي فأنا أفعله، إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أسأل الآب فيعطيكم معزياً آخر ليقيم معكم إلى الأبد. روح الحق الذي العالم لا يستطيع أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه مقيم عندكم ويكون فيكم. لا أدعكم يتاما، إني آتي إليكم بعد قليل، لا يراني العالم وأما أنتم فتروني لأني حي وأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. من كانت عنده وصاياي وحفظها فهو الذي يحبني. والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. المجد لك يا رب المجد لك. سلام إلى الرب نطلب. كيري إليسوس. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا حكمتك. إننا نخر لك أيضا بل مرارا كثيرة نشتو لك ساجدين ونتضرع إليك أيها الصالح المحب البشر، طالبين أن تنظر إلى طلباتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل الأدناس الجسدية والروحية، وتمنحنا أن نتمثل أمام مذبحك المقدس غير ملومين ولا مدينين. هب أيضاً الذين يصلون معنا يا الله النجاح في المعيشة في الإيمان وفي الفهم الروحي، امنحهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة غير ملومين، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة غير مدينين فيستحقوا ملكوتك السماوي. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية
مستحقا أن يتقدم إليك ويدنو منك أو يخدمك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنسانا بلا استخارة ولا تغير، وكنت لنا رئيس كهنة وسلمتنا الخدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة غير الدموية، بما أنك سيد الكل، لأنك أنت وحدك يسوع في السماوات وفي الأرض. أيها الرب إلهنا، رب السرافين وملك إسرائيل المستوي على العرش الشرقي، يا من هو وحده القدوس المستريح القديسين، فإليك أتهم أيها الصالح السميع وحده أن تنظر إلي أنا عبدك الفاضل والقائل والمتطهر نفسي وقلبي من الضمير الشرير، وتجعلني أفعل بقوتك الكبيرة
Oh.
المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين، الكهنة الشمامسة والرهبان والراهبات، وكل أخ لنا في المسيح. أخانا المتروبوليت فينيديكتوس مع إخوتي وشركائي في الخدمة، الكهنة المتوحدين إيرونيموس، أثناسيوس، خريستوفوروس وصابا، مع الكهنة خارالمبوس فرح، إيرينيوس، جيراسيموس، ديوذوروس، أرسينيوس، سوفرونيوس، وشريكنا في الدعاة والصلاة الإرشمادريت قسطنطين، مع الشمامسة توما وسيلفستروس، جميعكم مع جميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والذين يخدمون ويتعبون ويرتلون فيها، مع جميع الذين في ضيق أو في مرض أو في شدة الذين يطلبون المعونة من الرب، مع جميع الذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم، مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء والذين على فكر كل واحد منكم، والإبوذياكون نكتاريوس المستعد للصيام الشموسية، ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. της αρχιεροσύνης σου, Κύριε ελέησον. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا، البطريرك ديوذروس، المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين، رئيس الأساقفة سيلفستروس، مع جميع رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين، الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات،
السالف رقادهم والذين خدموا في جميع أديرة وكنائس المملكة، مع جميع الذين عمروا هذا الهيكل المقدس، وجميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين، والذين على فكر كل واحد منكم مع عبد الله موسى ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. كهنوتكم وشهود سيدكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل بسلام وتوبة الرب نسأل.
مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسال استجب يا رب. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة والدة لله خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب. برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. السلام لجميعكم ولروحك. لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر أحبك يا رب يا قوتي الرب ثباتي السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد ناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا
وترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي. آمين. لنقف حسناً، لنقف بخوف، لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلام ذبيحة تسبيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. ومع روحك. لنرفع قلوبنا فوق. لنشكرن الرب لحق وواجب. حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مكان سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء، حتى صعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل. فمن أجل كل ذلك نشكرك، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، على كل ما وصل إلينا من الإحسانات، مما نعلمه ومما نجهله ظاهراً كان أم خفياً. ونشكرك أيضاً على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين، وبتسبيح الظفار مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين: قدوس 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 رب الصباوت، ملانة السماء والأرض من مجدك. يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا، ثم في الليلة التي أسلم، بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم، أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا الصلب والقبر والقيامة الثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيد، التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء
ومن جهات كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. إن نقرب أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. آمين. بارك يا سيد هذه الكأس المقدسة. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم. آمين. محولا إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس، لمغفرة الخطايا، لشركة روحك القدوس، ومن ملكوت السماوات والدالة لديك، لا لدينونا ولا لإدانتنا. ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضا على الإيمان، من الأجداد والآباء، رؤساء الآباء والأنبياء، الرسل والكرزة، المبشرين والشهداء، المعترفين والنساك، وكل روح صديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام ولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. Εξαιρέτος της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας. نبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا، معافا مكرما مديد الأيام،
مفصلا كلمة حقك باستقامة. أبانا ورئيس كهناتنا خريستوفوروس وأحب لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مدينة ليا مفصلا كلمة حقك باستقامة. خاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن جميعهم وجميعهن. واعطنا ان نمجد من واحد وقلب واحد ونثبت اسمك الكريم العظيم الجلال ايها الاب والابن والروح القدس الان وكل وان والى دار الداهرين امين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك. الابن الروحي هنا كريستوفر هنا إن الرسل الكارزين بالله الذين قد رتبوا كل شيء على نظام حسن ومحفل الآباء المتوشحين بالله الذين خلفوهم قد حددوا في قوانينهم ألا تمنح رتبة الكهنوت الإلهية لأحد دون فحص كثير واختبار مدقق، وذلك لكي لا يخدم الخدم الإلهية أناس غير أهل لها. فإذ قد حضر إلينا الإبن الروحي عيسى إبراهيم عيسى حداد وطلب الحصول على رتبة الكهنوت العظيمة، أوقفته أمام أيقونة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح المقدس، وفحصت بتدقيق قلبه، ووقفت على سيرته من أناس آخرين غيره أيضاً، مشهود لهم بالصدق والاستقامة، وعارفين أحواله، وإذ لم أجد فيه ما يمنعه من إتمام رغبته، أشهد له أنه مستحق لرتبة الكهنوت وبالغ السن المطلوبة على موجب ما تأمر به القوانين الإلهية، وقد أعطيته هذا الصك موقعا بإمضائي بيانا لذلك أنا الأب الروحي. بارك أيها السيد القديس. بداية أشكر الرب المفيض علينا النعم الغزيرة التي يطفقها علينا من حيث لا ندري، حيث أنعم علي أنا عبده الغير المستحق أن أنال بواسطتكم يا صاحب السيادة نعمة الشموسية المقدسة. أود من خلالكم أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الغفطة بطريرك المدينة المقدسة أورشليم كيريوس يوفيلوس الثالث ولأعضاء المجمع الأورشليم المقدس لإعطائهم للبركة الرسولية في خدمة كنيستنا الأرثوذكسية المقدسية أم الكنائس. لقد نظر الله إلي بعينيه الرحيمة أنا عبده الغير المستحق، وقبل طلبتي بأن أكون خادما لأسراره المقدسة وهو الفاحص القلوب والكلى، إذ لم أكن لأتحمل إخفاء هذا العشق الذي ملك على قلبي واستولى على حواسي وأخذ كل تفكيري. وها هو الوقت الذي اختاره الله يأتي وأحظى بالدخول لهذا الفرح، حيث المكان الذي تشتهي أن تعاينه الملائكة. أشكر الله يا صاحب السيادة لوجودك في حياتي وطريقي، لقد رافقتني محبتك كل حياتي، فأنت الأب الروحي المرشد، كنت معي خلال دراسة اللاهوتية
وعند اختيار شريكة حياتي رافقت أولادي، عمدتهم، باركت بيتي، تحملت جهالتي وضعفاتي، والآن أضع نفسي بين يديك خادماً أميناً لتختار لي المناسب وما فيه الخير لخدمة كنيستنا الأرثوذكسية المقدسية أم الكنائس. لقد ترعرعت في طفولتي في خدمة هيكل كنيسة ميلاد السيدة العذراء جبل التاج، ولن أنسى خدمتي مع قدس الأب ميخائيل الساحوري الراقد على رجاء القيامة الذي علمنا أصول الخدمة المقدسة، وأنا أؤمن بأنه يشاركنا الآن بفرح من الكنيسة الظافرة، وخدمتي أيضاً في مدارس الأحد والشبيبة، ولن أنسى أبداً من كانوا السبب في دعمي وإرشادي. أتوجه بعظيم الشكر والامتنان إلى الآباء والشمامسة الأجلاء الذين يشاركونني في هذه الفرحة المقدسة لصلواتهم وكلماتهم الطيبة التي كان لها الأكبر الأثر في نفسي، ولكل من شاركني فرحتي بحضور هذه الخدمة المباركة، وإلى زوجتي ورفيقة دربي وأبنائي الذين لم يترددوا ولو للحظة في دعمي وتشجيعي على حمل صليب المسيح، شاكراً لهم قبولهم حمل الصليب معي. اليوم يا سيدي أقف على بعد خطوات من المذبح المقدس لأنال بواسطتكم وبوضع يد سيادتكم نعمة الشموسية المقدسة، وأنا أعدكم بأن أبقى الإبن الروحي والخادم الأمين، ولن أجعل قلبي أو فكري ينام في تعب وكد في أسهار مرار كثيرة، وأن أكون شديد العزم ثابتاً على إيمان كنيستنا الأرثوذكسية المقدسة عند حسن ظنكم وثقتكم، شاكراً لكم في كل حين دعمكم ومحبتكم الأبوية. والآن أتت الساعة لكي أعلن بأعلى صوتي قلبي مستعد يا الله لأن أدخل إلى هذا الفرح العظيم. الإبن الروحي الإيبوذياكون نكتاريوس، يا بني استمعت إلى كلماتك النابعة من قلبك ورافقت حياتك لسنين طويلة، هاي هي المحبة الإلهية اللي في الوقت المناسب بتختار العمل في حقل الرب. الحصاد كثير يا بني والعمل قليلون، فصلوا لرب الحصاد أن يرسل عمله. ببركة أبينا صاحب الغبطة ستنال بعد قليل من خلال حقارتي الدرجة الأولى في الكهنوت اللي هي الشموسية. في هاي اللحظات يا ابني أنت مدعو حتى تكون خادم في كنيسة المسيح اللي افتداها بدمه الكريم على الصليب. الخدمة جليلة مباركة وسموها رفيع، ولكن المسؤولية كبيرة في زمن صعب اللي فيه التحديات بتكثر على الإنسان، وبالتالي الإنسان المؤمن أبنائنا في الوطن الحبيب بينتظروا من كنيستهم الأم إنهم يشوفوا كهنة قديسين، يشوفوا كهنة اللي يقدر يقود الشعب للملكوت السماوي. يا ابني نكتاريوس، لأنه هدف الكنيسة الوحيد هو خلاص النفوس. الكنيسة اللي هي المستشفى والسفينة، اللي مستشفى اللي بندخل فيه حتى نتطبب ونتقدس، والسفينة اللي بتقودنا للملكوت السماوي. هذا هو هدف الكنيسة. كثيرين يا بني شتتوا هذا الهدف في أذهان أبنائنا، أبنائنا الروحيين، أبناء كنيستنا. وقديش علينا مسؤولية نحن الإكليروس نجاهد الجهاد الحسن ونكون إلهم القدوة الحقيقية حتى يقدروا يشوفوا المسيح من خلالنا. ما نعطيهم موت خطايانا، ولكن نعطيهم القداسة
حياة المسيح حتى يقدروا يتذوقوا عذوبة حلاوة هاي الحياة، حتى يقدروا يعيشوها يحبوها يعشقوها، ويقدروا يستعدوا حتى يكونوا أبناء للملكوت السماوي. هاي هي رسالتنا هون يا ابني على الأرض، اللي نقدر نخلص ونساعد أبناء الرعية حتى يوصلوا للخلاص. كنيستنا الأرثوذكسية المقدسة اللي شاهدة للحق طيلة 2000 سنة في البلاد المقدسة، تصرخ يومياً وبتنادي بكل قداس إلهي أبنائها للعيش بحسب وصايا وتعليم الإنجيل وبحسب إيمان وعقيدة الكنيسة، حتى نعيش حياة سلامية هون على الأرض مليئة بالتواضع بالمحبة بالفضائل الروحية اللي تنعكس علينا وعلى عائلاتنا وعلى مجتمعنا وعلى الكنيسة والوطن يا ابن نكتاريوس. وبالتالي نستعد حتى نكون أبناء الملكوت السماوي. ما تنسى بوصلة قلبك دائما تكون متجهة نحو الملكوت السماوي. يا بني، بعرف قديش جهدت بحياتك انت وزوجتك رنا وأولادك بلاجية وإبراهيم حتى تكونوا عائلة مباركة، عائلة اللي بتحب المسيح، عائلة ملتزمة بكنيستنا الأرثوذكسية المقدسة وتعيش حياتها. جهدت جهاد حسن، واليوم محبة الله بتيجي حتى تحضنك انت شخصيا ومعك كل عائلتك حتى تدخل لقدس الأقداس كخادم على المذبح المقدس. زي ما حكيت في كلمتك، الملائكة بتشتهي رؤية والتطلع للعمل اللي يقام على المذبح من يدي الكهنة والشمامسة. يا ابني، في هاي اللحظات اللي فيها الكنيسة بتدعوك لهاي الخدمة المباركة والجليلة في بطريركيتنا المقدسية أم الكنائس، انتبه حتى تقدر إنك أنت دائماً تكون بلا لوم. يعني انتبه على حياتك الروحية، على قانونك الشخصي، على طاعتك للكنيسة ووصايا وتعليم أباء الكنيسة القديسين اللي هي منبعها الكتاب المقدس والحقيقة المعلنة والمكشفة بالرب والمخلص يسوع المسيح. يا ابني، زي ما حكيت لك في بداية كلمتي، انت مدعو حتى تخدم في زمن صعب، تحديات كبيرة أمام الإنسان، وكل شيء بيحاول إنه يخلي الإنسان دنيوي مادي بعيد عن الروحانية، بعيد عن الإيمان، بعيد عن العقيدة الصحيحة، بعيد عن هدف حياته اللي هو الخلاص والقداسة، وبعيد عن الملكوت السماوي. عشان هيك قديش مهم إنه أنت بانضمامك لإكليروس بطريركيتنا المقدسية وخاصة هون في الأردن، إنك مع إخوتك تهتم حتى تقدر إنك تخدم الكنيسة والرعية اللي المشيئة الإلهية راح توضعك في خدمتها بأكمل وجه. يا ابني، هاي اللحظات هي لحظات مهمة في حياتك، لأنه بعد قليل رح تتسلبر بنعمة الروح القدس. هاي النعمة اللي في هاي الأيام نحن منستعد إنه نعيشها بالعنصرة بعد ما عشنا خميس الصعود.
أيام مقدسة في حياة الكنيسة بعد الفصح ما بين الصعود والعنصرة، وبهاي الأيام المقدسة والمباركة تيجي صيامتك الكهنوتية وعنصرتك الشخصية. قديسك اللي من هاي اللحظات رح تحمل اسمه اللي هو القديس نكتاريوس، هذا القديس اللي هو أحد أعظم قديسي عصرنا، هذا القديس اللي عانى كثير في حياته والله مجده، والآن عجائب الله يتممها كثيرة من خلاله، رح تحمل اسمه من هاي اللحظة لآخر يوم في حياتك. هذا الاسم بحملك كمان مسؤولية أكثر، حتى تقدر إنك تكون زي قديسك القديس نكتاريوس، وبالتالي تقدر حياتك الكهنوتية تكون حياة مليئة بالثمار الروحية والخدمة لمجد ربنا وخلاص النفوس. يا ابني تقدم حتى تنال نعمة الكهنوت، تقدم حتى بشفاعة أمنا الفائقة القداسة والقديس نكتاريوس والقديس إساكيوس إسحاق رئيس دير الدلماتيين، إنه اليوم بشفاعتهم ربنا يحميك ويحرسك كل أيام حياتك. تعال يا ابني إلى فرح ربك. قدم إليك باسم الآب والابن والروح القدس. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس. آمين. أيها الشهداء القديسون الذين جاهدتم حسنا وتكللتم تشفعوا إلى الرب أن ترحم نفوسنا. المجد لك المسيح الإله فخر الرسل وبجاة الشهداء الذين كرازتهم بالثالوث المتساوي. رب مرتكضا لأن
لنصغي النعم الإلهية التي في كل حين للمرضى تشفي وللناقصين تكمل هي تنتدب الإيبوذياكو نكتاريوس الكلي الورع إلى درجة الشموسية فلنطلبن من أجلهم لكي تحل عليه نعمة الروح الكلي قدسه. إلى الرب نطلب. أيها الرب إلهنا، يا من بسابق معرفته ترسل موهبة روحك القدوس على المنتدبين من قوتك التي لا يستقصى إثرها، لأن يكونوا خداما يخدمون أسرارك الطاهرة. أنت أيها السيد احفظ في الوقار التام عبدك هذا نكتاريوس الذي ارتضيت بأن يرسم مني للخدمة الشموسية، واجعله يحفظ سر الإيمان بضمير نقي، وامنحه النعمة التي منحتها استفانوس أول شهدائك الذين دعوته أولاً لعمل خدمتك، وأهله لأن يعمل على ما يرضيك بالدرجة الممنوحة له من صلاحك، لأن الذين يحسنون الخدمة يقتنون لأنفسهم درجة حسنة. واجعله لك عبداً كاملاً، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب، من أجل أبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفروس وكهنوته ومعاضدته وبقائه سالما ومعافا، ولأجل خلاصه وعمل يديه إلى الرب نطلب، من أجل عبد الله نكتاريوس المرتسم الآنك شماسا وخلاصه إلى الرب نطلب، لكي يمنحه إلهنا المحب البشر خدمة لا عيب فيها ولا شائبة إلى الرب نطلب، من أجل هذه المدينة المحروسة من الله وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب، من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب، أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتوليات مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. أيها الإله مخلصنا، يا من بصوته الخالد سنى لرسله ناموس الشموسية وأقام استفانوس أول الشهداء بكورة، من أتم ما كتب في إنجيلك المقدس، من أراد أن يكون فيكم الأول فليكن لكم خادماً. أنت يا سيد الكل الذي أهلت عبدك هذا نكتاريوس للدخول في خدمة الشموسية، املأه من كل إيمان ومحبة وقدرة وقداسة بحلول روحك القدوس المحيي، لأنه ليس بوضع يدي
بل بافتقاد رأفتك الغنية تعطى النعمة لمن أهلتهم لك حتى يصير بعيدا عن كل خطيئة فيقف لديك بلا عيب في يوم دينونتك المرهوب وينال أجرة وعدك الصادق لأنك أنت إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. إلى الرب نطلب تبتهج نفسي بالرب لأنه ألبسني ثوب الخلاص وسربلني بقميص السرور ووضع علي تاجا مثل عروس وزينني زينة عروسة كل حين الآن وكل وان وإلى دار الداهرين مستحق مستحق قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض مملوتان من مجدك من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن للجميع خادما كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أكسيوس أكسيوس Αξιός, 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 μουσταχεύ, تمجدت بالقوة يدك اليمنى يا رب حطمت الأعداء وبوفور مجدك أصحقت الأضداد كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين مستحق مستحق وجبلتان فهمني فأتعلم وصاياك كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أكسيوس أكسيوس Oh.
هذه تغيير يمين العلي. أيها الإله القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقلي المقدس ولأرياح تطيب روحاني زكي يرسل لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل. استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. استجب يا غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. استجب يا رب. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. استجب يا رب. أن
تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المروب نسأل برسه بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنود عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب واهلنا أيها السيد أن نتسرى بدالة على أن ندعو كأبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين السلام لجميعكم ولروحك لنحني رؤوسنا للرب لك يا نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا بكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء انظر الذين أحلوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحلوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه من الأمور حتى يكون للخير لنا جميعا على حاجة كل واحد منا سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا بنعمة رافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدسه الصالح والمحلان وكل وان وإلى دهر الداهرين اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني فلنصغي القدسات للقديسين قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح لمجد الله تهليل الرب بصوت البوق هللويا شمس بخوف من الله إيمان ومحبته تقدموا آمين 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 الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك صعدت بمجد أيها المسيح إلى هنا وفرحت تلاميذك بموعد الروح القدس إذ أيقنوا بالبركة أنك أنت هو ابن الله منقذ العالم
حين ناول. كل حين لا موت لا والم ولا دار الدائم. آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحاتك يا رب، لكي نسبح مجدك، لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك، لاهجين طول النهار ببرك. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهي المقدس الطاهر غير المائتة السماوية المحيي الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائماً. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملاً مقدساً سلامياً وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضاً وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. إن نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا، لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضاً لأسرارك السماوية غير المائتة. اجعل طريقنا قويمة، ثبتنا جميعاً في خشيتك، احفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة سيدتنا والدة الإله وجميع قديسيك. لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين. آمين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها السيد القديس. يا رب يا من يبارك الذين يباركون ويقدس الذين يتكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملأ كنيستك وقدس الذين يحبون بها بيتك. أنت شرفهم عوض ذلك بقدرتك الإلهية، ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك. وهب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، فأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. فلك نرسل المجد والشكر والسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. طعن ماي كيريو إفلاهيما بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من صعدت بمجد إلى السماوات وجلست عن يمين الإله الأب، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم شفيعة هذه الكنيسة المقدسة، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل للحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب،
أول رؤساء ساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحني، وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس ساقفة القسطنطينية كاتب هذه الخدمة الإلهية الشريفة، وتذكار القديس إيساكيوس والقديس نكتاريوس الذين وجميع قديسيك، ارحمنا وخلصنا بما أنك الصالح والمحب البشر. سيدنا ورئيس كهنتنا احفظه يا رب لسنين عديدة، يا سيد لسنين عديدة، يا سيد لسنين عديدة، يا سيد. صلوات بين القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إله نرحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي عديدة ومباركة بالقداسة. أبنائي صباح الخير، كل سنة وانتو سالمين. أبونا نكتارية، كل سنة وانت سالم بنعمة ببركة، وألف مبروك ألف مبروك. أنت اليوم رح تعطي القداس للناس حتى يحكوا لك كمان مبروك.